مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مراتي. حلقتنا النهاردة هتكون خاصة جدا عشان في أمهات كتير للأسف ما بتعرفش تتعامل مع أولادها أو ما بتبقاش عارفة إيه الحاجة الصحيحة اللي تقدر تتعامل بيها مع الأطفال عشان الطفل ده نقدر ننميه ونطور منه. حلقتنا النهاردة هتكون عن الأطفال وإزاي نتعامل مع الأطفال، مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة الأخصائي النفسي والاستشاري الأسري والتربوي أستاذة دينا الجيار. أهلا بيك. أهلا بيك يا منورانا يا أستاذة دينا. انت الامهات كتير اول ما احنا نزلنا طبعا حضرتك هتكوني معانا، هي مشكله واحده يعني بكذا شكل، مشكله الاطفال وفرط الحركه عندهم. تمام، خلينا نتكلم بقى عن اول مشكله وتحليها معانا. اتفضلي. اول مشكله ام بعتة بتقول انا ابني عنده سنتين وشهرين وعنيد جدا، تقدر تتعامل معاه ازاي؟ تمام. طب هو العند مبدئيا عاده بيكون سلوك مكتسب، يعني حتى الامهات اللي بيقولوا لا ده وراثة، ده عنيدي زي بابا ولا عنيدي زي مش عارف مين، ده بيبقى هو بيقلد، لكن هو مش مولود عنيدي، بيكتسبه نتيجه لايه؟ يا اما ممكن يكون هو مثلا بيغير فبيحاول يلفت الانتباه عشان ما فيش بيفضلوا اخ عن اخ، او بيبقوا ما بيدولوش حنيه كفايه فهو بيحاول يضايقهم، او هم مش بيفهموه بالظبط هم عايزين ايه، فهو مش قاصد يعني، لكن هو بيعمل التصرف على حسب ما هو فهمه. كل دي حاجات ممكن تكون اسباب للعند لازم نشيلها الاول. بعد كده بقى نبتدي احنا نفهمه، يعني نبتدي نتعامل معاه، يعني لازم الاول اللي هو طبيعته عنيد، فلازم ان انا افهمه، انا بديه ما اديلوش في صوره امر، اديله الموضوع في صوره اقتراح، احنا عايزين نعمل كذا ولازم اوضح له هنعمله ليه. يعني هل الطفل اللي عنده سنتين ونص بيبقى مستوعب ان هو بيعمل كده؟ لا، احنا مش بنتكلم في سن سنتين ونص، هو مش بيعني سن سنتين ونص، هو طفل وشبطان وعايز يعمل الحاجه، فاحنا بنبتدي نفهمه دي كده هتضرك، دي كده، وممكن لو حاجه بسيطه يعني مثلا لو حاجه سخنه بنقول له دي كده هتلسعك، لو هي دافيه بس سيبيه يجرب وانت جنبه، فهو مش هيتلسع يعني حاجه تضره، فيبدا يتعلم ان هو يسمع الكلام، فبرضه لازم نخليه يجرب بنفسه ان الكلام اللي بنقوله هو الصح، وان هو لما بيمشي بيعمل غلط، حتى مع الاكبر نعمل كده، لكن احنا بنتكلم للاطفال اللي هم بداوا يميزوا، يعني بداوا يتكلموا 4 سنين مثلا وفيما فوق، حتى 3 سنين بيتكلم بيبقى هو بيتقال له الحاجه المفروض ان هو فاهمها ومع ذلك بيعمل عكسها، فده بقى لازم اساسا نشرح له احنا بنقول له ليه، مش هي اوامر اوامر وخلاص، لازم احيانا ندي له اختيارات لو كانت الاختيارات متاحه، اعمل كذا او كذا، او اعمل كذا عشان لو ما عملتوش هيبقى هيحصل لك مشكله في كذا، كل الحاجات دي بتخليه ما يعنتش، لان مش على طول قاعدين ندي اوامر اوامر. الحاجة التانية ان احنا نمدحه لما يعمل حاجة كويسة، فهو يحب يحافظ على صورته الكويسة قدامنا، فما يحبش يعند معانا، ما يحبش يعمل تصرف وحش. فموضوع ان احنا نديله حنية، نديله اهتمام، نمدح التصرفات الكويسة بتاعته، نشرح له احنا ليه بندي الاوامر دي، نديله اختيارات احيانا، نسيبه يجرب احيانا، كل دي مرحلة بعد ان احنا نتأكد ان احنا حنينين عليه ما في كفاية، ان احنا مش مفضلين حد عن حد، ان احنا بنفهمه احنا اللي احنا عايزينه له كويس، ان هو فاهم ان احنا عايزين نطلب منه ايه كويس، عشان كل دي ممكن تكون اسباب بدائيه يعني. تمام. العصبيه على فكره لو كانت العند مع عصبيه ده ممكن يكون برضو له اسباب عضويه، يعني الاطفال اللي عندهم مشكله مثلا في افرازات الغده الدرقيه، او عندهم امساك مزمن، او عندهم حاجه يعني مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه زي التوحد، او لو عندهم مرض زي الصرع، كل دول بيبقى فيه عصبيه يعني لا اراديه وغصب عنهم بسبب المرض. بنعرف نميزها؟ هي عامه في اطفال بتبقى عصبيه، هل بيبقى التعصب العادي او التعصب المزمن اللي هو على طول الاطفال على اي حاجه تتعصب؟ في فرق ما بينهم؟ احنا نتاكد الاول ان مفيش مشكله عضويه، عشان لو مشكله عضويه طول ما احنا ما عالجناهاش هيفضل العصبيه موجوده. لو في مشكله عضويه تتعالج، مفيش مشكله عضويه والموضوع نفسي يبقى احنا هنبتدي نراعي ان النوم يبقى كفايه، ان التغذيه تبقى متوازنه وكويسه، لان طبعا نقص فيتامين زي الدال او الانيميا الشديده كل ده برده بيزود العصبيه، ودي من الحاجات اللي المفروض تتعمل عشان نتاكد ان مفيش مشاكل عضويه. بس قصدي يبقى في تغذيه متوازنه، يبقى في نوم كفايه، يبقى في حنيه، ويبقى في تشجيع، ويبقى في تعزيز، كل الحاجات دي بتخلي هو عنده ثقه يعني بنفسه واهدى. قصدك العوامل اللي حوالين الطفل هي اللي بتادي لحاجه زي كده؟ بالزبط. لو ما كانش السبب زي عضوي، الطفل زي العجينه احنا اللي بنشكلها، فاحنا لو وفي نفس الوقت هو بيقلد البيئه اللي حواليه، فاحنا لو تصرفاتنا قدامه كويسه هو هيقلدنا، انما لو احنا عصبيين في بيت عصبي كله هيبقى عصبي، لو شايف الام بتعند مع الاب او الاب بيعند مع الام هو كمان هيقلدهم. فعلا معاكي حق. فدي حاجه مهمه برضو ان احنا لازم نراعي كويس جدا ان احنا ما نعملش التصرف في اللي مش عاجبنا ده ما نعملوش قدامه. تمام. سؤال تاني بيقول بنتي عندها سنتين ونص وما بتبطلش عياط وفرط حركة غير طبيعي. طيب هو خلينا نفرق ان في فرط حركة وفي شقاوة.
فعامة عشان نقرر ان هو فرط حركة، في مقاييس بتتعمل عند الاخصائي النفسي اللي هو مقياس كارز، ده الام بتروح وبتعمله مع الاخصائي عشان تتأكد اذا كان فرط حركة ولا مجرد شقاوة. حتى فرط الحركة فيها درجات، درجة اولى وثانية وثالثة. الدرجة الاولى والثانية دي بتتعالج مع الاخصائي، يعني مجرد مش جلسات، مجرد ان الطفل شقي يبقى عنده فرط لا حركة، طبعا خالص، الاخصائي هو اللي بيبقى بيحدد. لها اعراض ثابته وبيبقى لها مقاييس، والمقياس بيحدد الدرجه، عشان الدرجه دي يا اما هو بيعمل جلسات تدريبات معينه مع الاخصائي بس، يا اما لو درجه عاليه بيحتاج ياخد دواء مع دكتور نفسي بالاضافه للجلسات مع الاخصائي. لكن ممكن تكون مشكله سلوكيه وهي عباره عن شقاوه وبنبتدي ان احنا نعالجها، بس في كل الاحوال طالما في حركه بزياده لازم نمنع اللي هي الاغذيه المصنعه، لازم نمنع الاغذيه اللي هي فيها مواد حافظه او الوان صناعيه، لازم نقلل جدا من الاغذيه السكريات لان دي بتخلي الولاد هايبر جدا. لازم نهتم جدا بان هم يلعبوا رياضه عشان يطلعوا الطاقه بتاعتهم في حاجه مفيده، فما يبقاش هم عندهم كبت فبالتالي قاعدين يتحركوا بزياده. طبعا فكره ان هو النوم يبقى كافي والحاجات دي كلها، دي كلها برضو بتساعد على الهدوء. ممكن نستعين ببعض الاغذيه اللي تساعد على ان الطفل يبقى هادي، مثلا زي ان هو يشرب لبن دافي، زي ان هو يشرب ليمون، زي ان هو يشرب ينسون، يشرب موز باللبن. كل دي حاجات بتخلي هو اصلا طبيعي تهديه، يعني تهديه زي المهدئات كده بس بصوره طبيعيه وحاجات مغذيه وتفيد صحته. تمام. سؤال تاني معانا بيقول ابني عنده في تانية ابتدائي وبيسمع ما بيسمعش الكلام وبيتحرك كتير وعلى طول ما عندوش تركيز. ما هو هي نفس المشكله اللي قبل كده، فكره ان هي لازم تشوف اذا هو ما فيش مشكله في التغذيه ولا في النوم، تبدا تعمل توديه الاخصائي ويعمل له المقاييس عشان يتاكد اذا كان الموضوع ده مرضي فمحتاج ان هو، او يعني اضطراب سلوكي محتاج يتعمل له جلسات، ولا مرضي محتاج ياخد دواء جنب الجلسات، او مجرد يعمل تعديل سلوك. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم عن منظمة لندن الدولية، ايه الحاجات اللي بتقدر تفيد بيها الأطفال عشان الأمهات تقدر تتعامل، يعني انتوا بتوفروا ايه للأطفال؟ بصي، هو انا منظمه لندن زي ما كنت معاكي في حلقه من حلقات مريت، انت كنت معانا من البدايه، كان الهدف بالنسبه لي زي ما قلت لك ان انا عايزه نهتم جدا بالاطفال. اولا احنا موضوع المقاييس النفسيه كامله للاطفال، من اول ان احنا بنقيس كل حاجه في شخصيته، المهارات العقليه عن طريق مقياس الذكاء ستانفورد بنيه، بنعمل طبعا المقاييس الخاصه كلها بالنواحي النفسيه، مقياس القلق، التوتر، الاكتئاب، التكيف العائلي، لان طبعا حتى الاطفال بيصابوا بالامراض دي، المقاييس الخاصه بفرط الحركه وتشتت الانتباه او صعوبات التعلم، اي مقاييس نفسيه عامه الطفل بيحتاجها. عمل المقاييس اذا محتاج جلسات بنوفر الجلسات كلها، سواء كانت الجلسات تنميه مهارات او صعوبات تعلم او الجلسات الخاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. بنعمل دورات تدريبيه مهمه جدا، يعني في كورس محقق معانا نجاح كويس جدا اللي هو كورس بناء الشخصيه وعقليه الطفل. الكورس ده كذا ليفل، بيتناول جوانب الشخصيه كلها، سواء كان من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه الروحيه، يعني هو واخد معتمد على نظريه الذكاءات المتعدده، فبينمي الذكاء الروحي والذكاء الاجتماعي والذكاء اللفظي والذكاء الحركي والذكاء ده بالنسبة الشخصي للأطفال. بالنسبه للاطفال. ويعني في خلال الكورس ده هو بياخد مجموعه من الدورات، وفي نفس الوقت بيمارس مجموعه من تمارين اللي هي تنميه المهارات العقليه وتمرين تمارين تنميه الذاكره، بالاضافه بقى لدورات كتيره جدا بياخدها، اداره وقت وتحقيق هدف وحل مشكلات، وبياخد زي كده كورسات توعيه ضد التحرش وازاي يختار الصديق، حاجه كامله متكامله تكون شخصيه من الاول متوازنه، وفي نفس الوقت بتعرف تستفيد من بنطور المهارات العقليه والذاكره بتاعته، يعني كشخص وكعقليه كمان. فده الحمد لله محقق معانا نجاح كويس، بالاضافه بقى لاي دورات تدريبيه تانية في مجال الاطفال، سواء كانت بياخدوا تدريبات تانية مثلا للغات او بياخدوا تدريبات تانية، يعني اي دورات تدريبيه بننفذها لهم، بس الكورس ده خاص بينا احنا، يعني احنا اللي عاملينه متكامل كده عشان يقدر ينمي كل جوانب الشخصيه والعقليه والذكاء والذاكره للطفل. منظمة لندن برضو بتقدم حاجات مختلفة غير كورسات خاصة بالأطفال؟ طبعا كل ما هو بيتقدم للاطفال احنا بننفذ زيه للكبار، يعني في مقاييس نفسيه للاطفال، في جلسات زي جلسه مثلا تفريغ الضغط النفسي، دي عليها اقبال فظيع عشان الناس كلها عندها ضغط نفسي، فبنعمل برضو جلسات دي خاصه بينا احنا، جلسات لتفريغ الضغط النفسي بتبقى فيها استرخاء ايحائي واسترخاء عضلي، وفي نفس الوقت في مساج استرخائي، بالاضافه ان بيبقى في استشاره في اثناء الجلسه، فهي جلسه متكامله ومتوازنه كده عشان الواحد يقدر يعني يرتاح نفسيا ويحل
يحل مشاكله ويحس ان هو خرج يعني عنده صفاء ذهني ومرتاح وفي مود مختلف. بالاضافه يعني بقى للاستشارات احنا في مصر بنعمل حاجات زي كده. الحمد لله الحاجات دي محققه معانا نجاح، بالاضافه طبعا للاستشارات الاسريه والتربويه والدورات التدريبيه. والسبب ان انا جيت لكم النهارده ان احنا بنشجع الناس اللي هي يعني زي ما بيقولوا متميزه في مجالها ايا كان المجال، لان ده مهم بالنسبه لي جدا. يعني احنا المفروض منظمه لندن للتطوير والتنميه، فاي حد بيساهم في التطوير او التنميه احنا من دورنا ان احنا ندعمه. فاستاذه بسمه طبعا عملت مشروع جميل هي معانا النهارده هتشرفنا، انا فخوره بيها جدا، اولا لانها امراه مش تحيز يعني بس برضو متحيزين شويه، ثانيا عامله منتج محلي وطبيعي 100%، ومش اكتفت بانها تنتجه بس، لا ده هي بدات تدرب ستات ويبداوا يشتغلوا بالمنتج ده، وعملت تغطيه على مستوى المحافظات، فعملت منتجات جميله جدا لعلاج الشعر طبيعيه 100%. فالجميل انها عملت مشروع والمشروع ده مفيد، بيزود الدخل بتاعها ودخل ناس تانية وبيقلل من الاستيراد وقدرت تلاقي فرصة عمل وتحقق نفسها كسيدة أعمال، وفي نفس الوقت قدرت تساعد ستات تانية ان هي كمان تعمل مشاريع. فالتجربة بتاعتها بالنسبة لي تجربة ناجحة جدا، يعني عجباني جدا وحسيت انها تستاهل ان احنا نشجعها. وبشكرك ان انت بتدعمي حاجة زي كده طبعا. اكيد دي حاجة تبسطني انا كست وكمصرية وبستفيد من المنتجات بتاعتها وكل حاجة يعني. طب خلينا نروح فاصل ونرجع تاني. ان شاء الله فاصل وراجعين، استنونا. ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامج مرايتي، ومعانا استاذه دينا الضيار، وبرحب بضيفتنا التانيه استاذه بسمه فاروق. اهلا اهلا بحضرتك. قولوا لنا بقى النهارده انتوا ازاي تعاونتوا مع بعض وانت بتسلميها ايه دلوقتي؟ هو طبعا يعني انا يشرفني ان انا نمنحها من المنظمه شهاده الدكتوراه الفخريه، عشان هي اكيد فخر لينا يعني كمصريات والمنتج بتاعها، فاحنا بنحييها وبنشكرها على المجهود اللي هي عاملاه والمنتجات الجميله، ونقول لها مبروك بقى دكتور بسمه. حضرتك يا رب. الف مبروك. مرسي. الف مبروك. مرسي. يا استاذه بسمه وبشكرك. ممكن تثبتي ايديكي؟ حاضر. هسيبها بقى هي هتقدر تتكلم عن تعبها اكتر مني، انا عايزاها هي تعبر عن نفسها ومجهودها. طبعا قبل اي كلام انا بشكرك على الدعم وبقول لك الف مبروك. مرسي. وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ان شاء الله. ميرسي ليكي. ده هي خدت تكريمات قبل كده كتير بس قلنا لازم يبقى لنا دور برضه يعني. ربنا يخلي حضرتك طبعا احسن تكريم. اهلا بيكي. ميرسي. طيب خلونا نروح فاصل ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامج مرايتي، برحب بضيفتي بسمه فاروق خبيره العنايه بالشعر. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منورونا يا بسمه. نور حضرتك. ربنا يخليك. انت عارفه مشاكل كتير بتقابل البنات لان معروف تاج البنت في شعرها. تمام. انتوا بقى عملتي الحاجه المفاجاه، اللي هو في ناس كتير بتعتمد مثلا على الحاجات الكيميائيه، بتعتمد على استشوار ومكوى عشان المظهر العام يبقى شكله كويس. احنا هنا عملنا منتجات طبيعيه وبنفس الجوده او احسن كمان لانها ما بتاثرش على الشعر. كلمينا بقى ازاي مثلا نقدر نتعامل مع الشعر المتقصف او الشعر بيتساقط كتير. هو احنا كان هدفنا الاول ان احنا نعمل برودكت يكون محلي زي ما مدام دينا تفضلت وقالت، يكون بينافس كمان المنتجات العالميه عشان هو مكون من كل المكونات بتاعته طبيعيه. وطبعا دلوقتي كل العالم بيسعى ان المنتج يكون طبيعي 100%، ودي بتبقى افضل حاجه. فده الهدف اللي احنا مشينا وراه من اول بقى. اول حاجه خالص في العنايه بالشعر ان انا استخدم شامبو وكونديشنر يكونوا او شامبو بلسم يكونوا حاجه طبيعيه، دي بدايه الاستخدام للشعر. وبعد كده سعينا كمان ان احنا نعمل طب منتج اللي هو دهان للشعر، فعملنا دهان بروتين ميكس، منتج طبيعي كل مكوناته طبيعيه جدا، لانهم جايبين افكت حلو جدا مع الناس وابتدى ينزل لنا ريفيوز حلوه جدا. بعدها ابتدينا ان احنا نلاقي في مشكله تانية، ان الناس كلها عايزه شعرها ليس، كله عايز الشعر مفروض، حتى يعني في ناس مش بترضى بالتمويج او التقصيف او الهيشان. طبعا هي المشاكل بتاعه الشعر بتبقى كلها في التقصيف. المظهر العام بيبقى شرطيف. بالظبط، التقصيف، الهيشان، التجاعيد، الجفاف. دلوقتي في مشكله كمان عشان احنا في موسم شتاء، فبيبدا يحصل مشكله الجفاف للشعر. كان حل الموضوع دوت ان احنا نعمل حاجه شبيهه بالبروتين، بس مش بروتين، بعدنا شويه
عن ان احنا نعمل يعني منتج يكون فيه اي حاجه فورمال دهايد. فسعينا ان احنا نعمل منتج طبيعي زي الكافيور الفيلر، في حاجه كمان اسمها ماسك الملكي للاطفال. طبعا حضرتك بقى هتجيب لهم، هتشوفي قبل وبعد واستور والنتائج وهكلمك عليهم باستفاضه. بس هم الحمد لله حققوا نتائج كويسه جدا، ويمكن ده السبب ان احنا وصلنا للناس بشكل كبير، ان احنا عملنا حاجه مفيده مش مضره. طب خلينا نشوف الصور ونتكلم عليهم. استاذنك تنزل لنا الصور من الكنترول. طيب نتكلم شويه عن الكافيار. الكافيار انت قلتي لي هو بيدي نفس، يعني ده حاجه معالجه للشعر وبيدي نفس الايفكت بتاع البروتين. بصي، هو الكافيار كل فكرته ان انا اعمل منتج خالي من المواد القلويه زي ثنائي هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم، دوت اللي بيعمل تكسير في الروابط الكبريتيديه بتاعه الشعر. فاحنا سعينا ان احنا نعمل حاجه ما تعملش التكسير دوت، بل بالعكس تعمل تجميع ولم الروابط الشعريه. تمام، معانا الصور. استاذنك دي صوره الاول. الاول ديت طبعا الشهادات اللي احنا المتخصصات عندنا بيطبقوا المنتج لازم تكون معاها شهاده زي كده. مدام هدى مجدي طبعا متخصصتنا الرئيسيه بيبقى معاها شهاده ومعتمده ان هي تقدر تطبق المنتج، يعني مش اي حد بخليه يطبق المنتج. طبعا دي اهم حاجه لان التطبيق من اهم عوامل نجاح. يعني انتوا عندكم كمان في المركز بتاهلوا الناس ازاي تطبق المنتجات الخاصه بشغلكم، المنتجات اللي انتوا صنعتوها. بالظبط، انا مش بعتمد ان اي حد هاوي او العميل نفسه ان هو ياخد المنتج يطبقه او يجرب يطبق ازاي، انا بطبقه عندي في المركز باسلوب علمي بحت. تمام، الصوره اللي بعدها. ده هنا مثلا، هنا الكيس ديت كانت حاله عملنا لها الكافيور، ده كان شعرها قبل، والصوره هنا هي كانت بتبعت لنا تشكرنا على شعرها بعد سنه. وصل للنتيجه دي. الناس اللي بتقول ان الشعر بيرجع زي ما كان، لا هو ابدا مش بيرجع، بيفضل بالطبيعه ديت، ممكن يكون في تمويجه بسيطه يعني. بس المظهر صحي طبعا، فرق شاسع بين الصورتين. هنا الصوره شعر يعني مش مظهر خالص. هل الشعر بيخلص في جلسه واحده ولا لازم على اكتر من جلسه؟ في جلسه واحده بس. الفكره ان احنا لازم، عملت الجلسه افضل اتابع بعدها، بتتابعي متابعات كلها فري، يعني احنا عاملين متابعات فري كلها عشان الناس تتشجع وتقدر ان هي تتابع معانا اول باول وتعرفني اي حاجه في شعرها، وبيبقى ليها العلاج كمان من عندنا من المركز. تمام، الصور دي هل برضو بتستخدميه للاطفال ولا متاح للكبار فقط؟ بصي، هو احنا عاملين طبعا مقسمين، يعني البرودكت مش بيبقى لكل الناس، ما ينفعش كل حاله شعر ليها حاجه معينه تستخدمها. لما بنيجي عند الاطفال بيبقى في حاجه صغيره كده عاملينها اسمها ماسك الملكي، ماسك كله زيوت طبيعيه خالص. بتتحط زي ما احنا على الشعر. معظم الصور اللي معانا دي شغل كافيار صح؟ اه، ده شغل الكافيار، واللي قبله كان اطفال بيبقى شغل الماسك الملكي. بيبقى حاجات طبيعيه كلها للشعر زي ما انت شايفه كده. طبعا الشعر بيتحول تماما عشان بتبقي اديتي له كل اللي هو مفتقده من مواد. يعني احنا بنحط حوالي 15 نوع زيت، يعني اعتقد ان مفيش منتج نازل في كل انواع الزيوت اللي احنا حاطينها كلها، بتطلع النتائج دي في الاخر. ده كده من اول جلسه، كده الشعر مغسول كويس جدا، ما فيهوش اي اثر يعني للبيبيليس خالص. الغسيل. بعد الغسيل كده الشعور كلها بتكون مغسوله، احنا بنطلعها لايف وهي عليها الميه ومغسوله وبتنشفها. بيقعد سنه وبعد كده بيبقى هو اصلا عشان علاجي بيبقى فيه تمويجه بسيطه. لا يعني بعد ما بيروح الايفكت دوت بتاعه ما بيرجعش الشعر زي الاول تاني ابدا. ما عندناش حاله كده، بالعكس كمان بيرجع الشعر يتقل ويطول. يعني حضرتك اكيد معانا ومتابعانا. انا طبعا، انا بصي انا لما دخلت بصراحه الجروب اما بصيت عليه انبهرت، الريفيو بتاع الناس غير كمان بالصور. يعني انا ما كنتش، محدش يتخيل، كله معتمد الفتره دي على البروتين فقط. تمام. فان النتيجه دي تطلع بحاجه طبيعيه وحاجه مش مضره مثلا للشعر، دي مجهود. عشان كده انا بقول لحضرتك انا بفضل اتابع الشعر، بتابعه ليه؟ لان انا مش عايزه الشعر بس اتفرد، انا عايزاه ينبت، الفراغات تنبت. فبتابع معاها ان انا بشتغل على الفروه ازاي، عايزه اوقف التساقط، عايزه اطول الشعر، كل ده هي بتتابعه معايا اول باول. كل حاجه بنستخدم لها حاجه بتفضل معايا لحد ما هي تبقى راضيه عن شعرها تماما. ده شعري استبغى، هنتكلم عن الصبغات. طبعا ديت اكبر جريمه بتحصل دلوقتي موجوده. ليه بقى؟ لان هي بتيجي عايزه تعمل اللون الرصاصي واللون الموف واللون البينك، كل ده بيتعمل له سحب لون عالي جدا، فبيجوا مدمرين شعرهم تماما، وبعدين تقول عايزه اعالج، فبالتالي اكيد مفيش معالجه بعد اللي انت عملتيه. فاحنا بننصح دلوقتي بحاجه اسمها صبغه معالجه، تيجي للمتخصصه هي تشوف شعرك محتاج ايه. في حاجه عندنا كمان عاملينها اسمها كشف الدرموسكوب. الدرموسكوب ده بيبين لي اذا كانت الشعرايه دي مجوفه
وفاضيه من جوه، ولا شعرايه سليمه وصحيه وكويسه. بنعمل الكشف دوت بشكل علمي، وبنساعد بعدها بنديها ارائنا، ممكن تعملي كذا او تعملي كذا، بس ما بنضرش. يعني ممكن تعمل صبغه وتفرح باللون اللي هي عايزاه بس من غير ما تضر نفسها. دي الصبغات المعالجه. بشكرك جدا يا بسمه، وانا اوعيكم يعني اي حد حابب يتواصل مع عن طريق الارقام الموجوده معانا على الشاشه، وصدقوني فعلا مش هتخسروا. بالعكس، انا مجرد ما دخلت الجروب حسيت بفرحه، يعني المنتجات فعلا والريفيو، كميه الريفيو فظيعه جدا. كمان الايام الجايه عاملين لهم حاجه تفرحهم اكتر، عاملين عروض من اول ان شاء الله، من اول الثلاث بكره 24 ديسمبر، عروض فري على كتير من المنتجات. عندنا كمان خدمه ببلاش في السنتر تيجي تعمليها بمناسبه الكريسماس. عندنا كمان جداً عرض هتنزله دلوقتي مسوقتنا الجميله فاطمه ايهاب، بوست كل اول 100 عميل هيعلق في البوست هنبعت له عرض خاص بيه للفيلر والكافيار وماسك الملكي. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل طيب. اللي بيشوفنا طيبين، وسنه سعيده عليكم، وببارك مره ثانيه على التكريم. ميرسي جدا، ميرسي لحضرتك. نورتينا يا استاذه بسمه. ميرسي لحضرتك جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج مرايتي.